مرحبا بكم في هذه المتابعة اليومية على شاشة نيل الأخبار في المشهد المصري الذي يتجدد معكم يوميا بأحداثه المختلفة. ما زلنا نتابع أصداء الزيارة الخاصة التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا ولقائه مع عدد من المسؤولين الألمان وأيضا الأبعاد السياسية والاقتصادية المختلفة لهذه الشراكة ما بين مصر وألمانيا وعديد من القضايا الخاصة بالمنطقة وكيف سيتم التطرق إليها أو ربما ظهرت الخطوط العريضة في تعاون ما بين مصر وألمانيا اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد ما بين سيادة الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كل هذه الأمور نناقشها في مشهد اليوم مع ضيفي الكريم الذي أرحب به الدكتور سعيد اللوينزي خبير العلاقات الأوروبية. برحب بحضرتك يا دكتور سعيد. أهلا وسهلا. أهلا بك. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء هذه الحلقة من المشهد بتحليلاتها المختلفة. مراسم استقبال رسمية أقيمت للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله ألمانيا، حيث كان في استقباله رئيس يوخايم جاويك. السيسي وبعد لقائه نظيره الألماني عقد لقاء آخر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية بالعاصمة برلين. وخلال مؤتمر صحفي قال السيسي إنه على يقين بأن الحوار البناء القائم بين البلدين سيسهم في تحقيق طفرة في التعاون الثنائي بينهما، وأوضح الرئيس أن الحكومة تعمل وفق خطى ثابتة لتحقيق طموحات الدولة. الدولة المصرية دولة قانون تحترم القضاء والدستور. من جهتها تحدثت المستشارة أنجيلا ميركل عن الدور المحوري الذي يقع على عاتق مصر لحماية المنطقة بأكملها من خطر الإرهاب المتصاعد، وأشارت ميركل أيضا إلى ضرورة تكاتف الجهود الثنائية للتصدي لكافة التنظيمات المتطرفة دون انتقائية. وعلى صعيد الوضع الاقتصادي من المنتظر أن تشهد الزيارة التوقيع على اتفاقات لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء ومصنع لإنتاج المعدات الخاصة بطواحين الهواء، حيث أن ألمانيا تعد من أكبر دول العالم لإنتاج المعدات الخاصة بالطاقة الكهربائية. نالت الزيارة أيضا زخما شعبيا كبيرا، حيث احتشد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بألمانيا وفنانون وصحفيون للتعبير عن تأييدهم لزيارة السيسي والتي تستغرق يومين. إذن هي زيارة هامة ولها أبعادها المختلفة التي نناقشها في مشهد اليوم مع الدكتور سعيد اللوينزي خبير العلاقات الأوروبية. برحب بحضرتك مرة يا دكتور سعيد. أهلا وسهلا. زيارة لسيادة الرئيس ستستغرق يومين في ألمانيا، متابعتها مستمرة على الهواء مباشرة، مؤتمر صحفي، عدد من اللقاءات التي ربما ستعقد في نهاية هذا اليوم، وكلمة أمام المنتدى الاقتصادي، وتوقعات باتفاقات كثيرة. رؤية حضرتك بشأن الزيارة في مجملها؟ على المستوى الشخصي أنا قد أسعدتني كثيرا هذه الزيارة. لماذا؟ لأنه يغيب عن بال الكثيرين أن الرئيس السيسي منذ ثورة تتنينو ويحاول دائما أن تكون لنا علاقة بأوروبا، الدائرة الأوروبية كلها. لذلك تجده أول ما زار فرنسا ثم إيطاليا ثم الفاتيكان ثم اتجه إلى شرق المتوسط إلى قبرص اليونان ثم بدعوة خاصة من علي الأسباني زار أسبانيا. فإذا كان لابد أن أزور ألمانيا. ألمانيا لقد أشاد بها كثيرا في مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ بالخبرة الألمانية. نعم. في صناعة الكهرباء توربينات إلى آخره، أعتقد أنه قد أشاد إشادة كبيرة جدا، وبالتالي هذه الزيارة تجعل وتوطد علاقتنا بأوروبا الجار القريب، قريب من الدول المشاطئة المتوسط شمالا مع الدول المشاطئة المتوسط جنوبا. وكان مهما كانت التحديات كان لابد طبعا هذه الزيارة زيارة بدعوة من المستشار ميركل، لكن بشكل أو بآخر أعتقد أن هذه الزيارة يعني تتمم الرغبة الخاصة بالرئيس السيسي لتفصيل علاقاتنا بأوروبا. كنا دائما سواء مع الرئيس المعزول أو المخلوع نهرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والبعض كانوا يسميها حجة لابد أن يذهب إلى الحج هناك إلى آخره في أمريكا إطلاقا. سياسة التوازن في السياسة الخارجية
مع الجميع، نقف على مسافة واحدة، كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنا علاقة بها، علاقتنا بموسكو وببكين لا تجب إطلاقا ولا تمنع علاقتنا بواشنطن، لكن مهم جدا أن نوطد علاقتنا بأوروبا. لماذا؟ لأن أوروبا دولة تشكل مع فرنسا قاطرة التي تجر الاتحاد الأوروبي، 95% من ميزانية الاتحاد الأوروبي تقوم بها ألمانيا فقط لوحدها. وأعتقد إذن هذا الثقل داخل الاتحاد الأوروبي كيف يستثمر؟ زيارة كانت من سابق لفرنسا، هذه المرة هي لألمانيا. يعني أعتقد أن الاستثمار سيأتي من خلال يعني استخدام الاستثمارات الألمانية، سواء في إقليم قناة السويس، المدن الجديدة، في التربونات، في الكهرباء، في الطاقة. أعتقد وهذا واضح من الاتفاقات التي تم عقدها بشكل أو بآخر مع ألمانيا. وكان الرئيس التقى بمديري شركات الكبرى في ألمانيا في شرم الشيخ، فإذا به يتمم هذا الأمر في ألمانيا. وأعتقد أن ألمانيا بهذا المعنى هناك رغبة سياسية لدى ألمانيا قبل أن تكون لدى مصر في تفصيل العلاقة، لأن الرئيس أول ملف يطرحه هو تنمية العلاقات الثنائية بين ألمانيا من ناحية ومصر من ناحية أخرى لخدمة الشعبين الألماني والمصري. طيب، ده الاستثمار ربما على الشق الاقتصادي أو الجانب الاقتصادي، لكن لا يخفى على أحد ما تردد كثيرا قبل هذه الزيارة، سواء من جماعات متطرفة في الداخل الألماني ربما تسيطر على الكثير من حالة الاقتصاد في الداخل، لها تواجد أيضا داخل البرلمان الألماني، والخط السياسي المصري وما تسير فيه من خارطة الطريق. كيف تنظر ألمانيا بوجهها الرسمي إلى خارطة الطريق المصرية؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني، ماذا تفعل مع جماعات ربما تمثل ضغطا عليها في الداخل؟ يعني هذا السؤال بالفعل يسنح في النفوس الكثيرين، لكن لا ننسى إطلاقا أن ألمانيا من الدول الأوروبية التي احترمت إرادة الشعب وثورة 30 يونيو، وكان لها تقدير كبير لدى الشعب الألماني نفسه، وقد عبرت عن ذلك الحكومة الألمانية عندما أكدت أن من حق الشعب المصري أن يقرر تقرير مصيره وليس من مع هذا الطرف أو ذاك. طبعا هذا لا يمنع أن هناك بعض فئات معينة في الشعب الألماني متأثرة بوجهة نظر خاصة الإخوان الإرهابية. أيا كان الأمر، أعتقد أن الدعوة عندما جاءت السيسي جاءت من الحكومة التنفيذية ومن رئيسة أو المستشارة الألمانية ميركل، وهذا أمر مهم للغاية، لأنه لو لم يكن هناك تقدير للشعب ولإرادة الشعب والإقليم وتحسن علاقات مع أفريقيا والعالم كله لما كانت أقدمت المستشارة ميركل على دعوة الرئيس السيسي. الشيء الثاني المهم جدا أننا لا يجب أن نعطي ونهول كثيرا من جماعات بشكل أو بآخر جماعات الإخوان الإرهابية، لأن في كل مرة يوم 25 لو تذكرين يا أستاذة هبة، يوم 25 يناير قلنا أنه جماعة الإخوان ستحيل مصر إلى الخراب وتحرق، كل تاريخ نقف عنده بشكل أو بآخر، والشيء نفسه حدث مع زيارة ألمانيا وقبل. يعني ألمانيا لابد أن تطرح في ذهننا أمرين، الأمر الأول أن أكبر جالية تركية موجودة في ألمانيا، يعني أكبر جالية أجنبية موجودة في ألمانيا هي الجالية التركية. الشيء الثاني اللوبي اليهودي، لا ننسى هذا، لأن اللوبي اليهودي عنده شعور بعود استلزام، وقد لاقى يعني ترحيب كبير جدا من جانب إسرائيل وجمع أموالا إلى آخره، والدعم الحقيقي الإسرائيلي يأتي من ألمانيا. إذا اجتمع الضدان، اجتمع الإخوان الإرهابية مع اللوبي وحاولوا إفشال هذه الزيارة، لكن الرئيس السيسي يصمم على هذه الزيارة، هناك إرادة سياسية لديه وإرادة سياسية لدى المستشارة ميركل، وقد التقت الإرادتان، وأعتقد أنها لخدمة الشعب الألماني والشعب المصري، وهذا ما نلمسه من خلال استخدام الاستثمارات الأجنبية. السياحة، لا تنسى السياحة، السياحة الألمانية مهمة جدا بتشكل مصر. نسب وفي مصر أيضا توجد جامعة الألمانية، واللغة الألمانية تعتبر لغة تلتة بعد الإنجليزية والفرنسية، يعني إذا ألمانيا موجودة شيئا ما بينك. هذه الزيارة تستحضر ألمانيا في قلب مصر وتذهب لمصر إلى قلب ألمانيا. ربما خرج أيضا بعض النقاط الواضحة في المؤتمر الصحفي على لسان المستشارة الألمانية، هي تتحدث عن مصر بوصفها أنها لا أنها التي تحمل على عاتقها مشاكل الشرق الأوسط، أو هي باب الحل لهذه المشكلات فيما يعاني منه سواء من اضطرابات في الكثير من الدول العربية أو حتى في الإرهاب الذي أصبح عابرا. يعني هذا هو قدر مصر، قدر مصر أنها شقيقة كما يقال، الشقيقة الكبرى أيا كان الأمر، مصر الداخل ما يحدث في العراق وعلاقة بشكل أو بآخر، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في ليبيا، وقد عانينا كثيرا من التسيب الذي حدث في ليبيا
لأن ليبيا حسب المفهوم السياسي دولة فاشلة، يعني لا توجد فيئات ولا مؤسسات، وبالتالي أعتقد أن مصر معنية بشكل أو بآخر من هذا بعد التفجيرات أو الإرهاب الذي مورز في واحة الفرافرة. وجدنا أن الأسلحة كلها جاءت من ليبيا، ثم هناك 21 أو 20 مصري مسيحي قتلوا أو ذبحوا بشكل أو بآخر هناك. إذن نحن معنيين بشكل أو بآخر بهذا، ولذلك سافر يعني سامح شكري إلى الجزائر، لأن الجزائر ومصر دولة حدودية مع ليبيا ولا بد من مواجهة الأمر. لكن هناك نقطة أساسية جدا بالنسبة للرئيس السيسي، يقول له نظرة مهمة جدا بالنسبة للإرهاب العالمي. يعني الإرهاب كما قال بالحرف الواحد لا وطن له ولا عنوان، صحيح. وبالتالي هو آفة عالمية، ومن ثم يجب أن تكون مكافحته مكافحة عالمية. وأعتقد أن هذا الشق الأساسي أو الملف الثاني الذي يعني فتحه مع المستشار الأمريكي، لابد أن يكون هناك تنسيق عالمي. وألمانيا تعاني كثيرا وعانت كثيرا من الإرهاب بشكل أو بآخر من أيام مروى الشربيني مثلا باسم الإسلام الزمع إلى آخره. أعتقد بشكل أو بآخر نوع من العنصرية ربما يعني أعتقد العنصرية الألماني أي مكان حتى لا يمكن إنكار على مدار التاريخ، العنصرية إلى جانب التشدد إلى جانب التسيب إلى جانب العنف إلى جانب الإرهاب، كل هذه الأشياء يعانيها الشعب الألماني والشعب المصري والشعوب كافة. وبالتالي أعتقد أن يعني التنسيق الذي تم بين مصر من ناحية وبين ألمانيا من ناحية أخرى وبين أسبانيا قبل وبين مع اليونان ومع قبرص مع فرنسا، كل هذه الأشياء تؤكد أن البحر المتوسط يجب أن يكون بحيرة عربية، ويجب أن نتعاون جميعا. هو الأشمل والعنوان الأكبر بالزبط. شكل التنسيق الذي تتوقعه فرنسا عندما كانت الزيارة، وعندما أتى أيضا الرئيس الفرنسي إلى مصر تحدث عن طائرة رافال الفرنسية إلى مصر، تحدث عن معاونة في جهود محاربة الإرهاب، ألمانيا لم تتحدث صراحة عن شكل التنسيق ربما. يعني ألمانيا بشكل أو بآخر يهمون تنمية العلاقات، لأن العلاقات مع ألمانيا كانت متوقفة في عهد المعزول في عهد المخلوع يعني منذ سنوات طويلة. وبالتالي عندما بدأنا نبدأ من هنا ونؤكد أن المصلحة تعم تخص الشعب الألماني والشعب المصري، مصر دائما والرئيس السيسي لا يتحرك إطلاقا إلا من أجل مصلحة المواطن المصري عادي، لكن من أجل مصلحة الدول الأخرى. مثلا عندما ذهب لأثيوبيا أكثر من مرة تحدث عن ما النيل مثلا الذي يهم الشعب الاثيوبي باعتباره يقوم بالتنميه الى اخره، ونحن لسنا ضد هذا. لكن لا تنسوا ان الشعب المصري في حاجه للمياه، لان المياه هي شؤون الحياه. هكذا يتكلم الرئيس السيسي لمصالح الشعوب بشكل عام. واعتقد المرحله القادمه مهمه جدا، نسيت ان اقول ان اي رئيس كان يذهب الى امريكا، نحن لم نذهب لامريكا حتى هذه اللحظه، ذهبنا الى نيويورك للأمم المتحدة. لكن نذهب لواشنطن ولا البيت الابيض، بالعكس نحن نقرب الصلة مع الدول الأوروبية الجارة القريبة جدا، ولنا بها علاقات. ودائما أقول أن الرئيس عندما ذهب إلى فرنسا أحدث اختراقا لأوروبا من خلال زيارته فرنسا، وحتى صفقة السلاح و24 طائرة رافال، كل هذه الأشياء أعتقد أنها أتت مع فرنسا. لذلك نجد فرنسا تبحث عن مصلحة دائما السياسة، وهكذا يعلمونا عندما كنا صغارا. الكل يبحث عن مصلحة، الكل يعني يقول لك لا سرقات دائمة ولا عدو دائمة، فقط المصالح دائمة. وبالتالي أعتقد رئيس السيسي أهم ملف يعني دائما لا ينسى إطلاقا هو مصلحة الشعب المصري والمواطن المصري العادي. يعني دائما احنا موقعنا على شهر رمضان، وهناك مشكله قد تكون في الكهرباء الى اخره، لكن عندما يكون هناك اتفاقات مع المانيا، والمانيا معروفه بانها بارعه في المسائل الخاصه بالمحولات الكهربائيه الى اخره، عندما يتم بناء مصانع خاصه بالكهرباء ولمبات الكهرباء الى اخره، اعتقد ان هذا من جانب رئاسة الجمهورية أنها تحاول أن تقترب كثيرا من مشاكل المواطن المصري عادي، بحيث حسب ما أكد وذكر لن تكون هناك من الناحية لن تكون هناك مشكلة أخرى تتعلق بالكهرباء، وأعتقد توربينات. ولذلك يعني واضح أن المتبلور أو الظاهر على السطح هو الاستثمار الألماني في مجال الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة. وهذا ما يحرص عليه الرئيس أن يعقد هذا، لأن هذا يكون بشكل أو بآخر في مصلحة المواطن المصري، لكن في مصلحة الألمانية. يعني استخدام الاستثمارات الألمانية، استخدام السياحة الألمانية، استخدام أشياء كثيرة جدا، وهذه الباكورة، باكورة العلاقات. وبالتالي يجب أن تكون هناك علاقات
خاصة طيب. تنمية بين العلاقات الثنائية الألمانية ألم تكن المصرية. هذه الاستثمارات مشروطة بشكل أو بآخر أو بطريقة غير معلنة بخط سياسي يرضي الدول الأوروبية في اتجاه معين؟ دائما الاستثمار النهاردة صارت أكثر من مرة فكرة حقوق الإنسان، وتحدثوا عن أحكام الإعدام الأخيرة سواء على الرئيس المعزول أو حتى على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. هل بترى في هذه تلميحات ربما لنوع من أنواع الضغط علينا في الداخل وتكون الاستثمارات هي المقابل؟ قد تكون تلميحات، لكن أرجو أن تعتقد المحاكم ألمانيا في محاكم، وهناك عشرات السنوات من السجن على هذا الشخص إكس أو زد، ورغم ذلك لم نسمع إطلاقا مواطن مصري يعلق على الأحكام الألمانية. نحن لا نريد أكثر من هذا، مثال ما نعاملكم ودائما المعاملة بالمثل في السياسة والدبلوماسية إلى آخره. نحن لا نريد إطلاقا من أي ألمان أو أي أوروبا أو أي إنسان في العالم أن حتى مصر أن يعلق الأحكام المصرية، القضاء المصري قضاء شامخ نزيه محايد موضوعي، وبالتالي هو إذا توفرت إليه القرائن والأدلة سيصدر حكما على هذا الشخص أو إكس أو زد، وبالتالي هذا ما قاله حتى الرئيس السيسي. لكن الأحكام الغيابية التي على شخص بالإعدام الأخير، يعني قانونا إذا حضر هذا الشخص أمام المحاكم يسقط هذا الحكم ويحاكم من جديد، وأعتقد أن هناك استئنافات و محاولات أخرى من الطرف الآخر، لكن الإدانة إذا توفرت الأسباب والأدلة لا ينبغي لا ضغوط ولا ألمانيا ولا أمريكا ولا أي شيء آخر. أذكرك مثلا هناك ضغوط على الصين، يعني دائما ملف حقوق الإنسان ودائما مشرعة، يعني لكن يعني لن يؤثر هذا على مصالح الشعوب. الكل يريد تسير في مسارها دائما، تسير في مسارها، لكن يريد مخاطبة ود الشعب الصيني، وبالتالي أعتقد أن هذه زواع فنجان. ونحن دائما مهول الإخوان الإخوان الإخوان، ألا تدرك أن 90 مليون مع سيس، لكن 40 أو 50 واحد موجودين في ألمانيا، هل يؤثروا 40 أو 50 واحد ممكن يؤثروا على رغبة 90 مليون؟ يعني أعتقد أن هذا الرقم غير هذا الرقم لا يذكر إطلاقا، وبالتالي يجب أبدا ربما أبدا أن نقف عند هذه التواريخ. الأرقام لا نتحدث عنها بأنها القوة، لكن فكرة التنظيم أو التخطيط ربما نقصنا كثيرا على مدار سنوات جهود خاصة سواء من الإعلام الذي يخاطب الآخر أو يخاطب الدول المختلفة التي تنظر إليك نظرة ما وتود تصحيحها من قبلك، أو حتى في تصحيح المسارات الخاصة بالشق السياسي الخاص بك أو وجهات نظرك المختلفة تجاه العديد من القضايا. هل نحن قصرنا في هذا الخط؟ هل نحن بحاجة إلى تعديل، بحاجة إلى تعديل الاتجاهات التي تخاطب الآخر في الخارج أمام هذه القوة التي حتى لو كانت صغيرة في عددها لكن ربما تخطط بشكل أكبر؟ نحن لا نتكلم عن ألمانيا الصغيرة، نتكلم عن ألمانيا أكبر، نتحدث مدرسة عن أوروبا بشكل عام، لأن التنظيم الدولي للإخوان متواجد في الداخل الأوروبي. أكبر مدرسة الإشراق موجودة، الاستشراق الإسلامي موجودة في ألمانيا، وبالتالي هم يعرفون جيدا الإسلام الصحيح، واخد درس عدد كبير جدا، وزير أوقاف الحمد زخوق كان واخد دكتوراه من ألمانيا في الإسلاميات، وأنا واخد دكتوراه حتى من فرنسا في الإسلام، هم يعرفون الإسلام أكثر منا كثيرا، وبالتالي يعني بشكل أو بآخر أعتقد الإعلام المصري يجب أن يعني يجاهر بالحقيقة وأن يعلنها، وأن تكون هناك مطبوعات ألمانية وفرنسية وإنجليزية في مصر، تذهب إلى الجالية الألمانية الموجودة عندنا وعلى الألمان نفسهم. يعني أعتقد أن هذه مسألة مهمة جدا. أنا أذكر جيدا أن كان مروة الشربيني حكمت بشكل أو بآخر، أو جاء المحامي قالوا إيه هيبقى في قبل أن تحاكم، والذي قتل مروة الشربيني حاكمه الإعلام الألماني الذي جاء على الإنسان البشر العاديين المواطن الألماني العادي يأخذ موقفا عن الإسلام بما يتكلمون سيئا جدا عن الإسلام. أعتقد هذه الصورة نحن في حاجة لتوضحها. الإسلام دين التسامح إلى آخره، لا يجب ألا نعرف نحن ذلك، ولكن يجب أن يعرف الآخرون ومنهم الألمان هذه النقطة. نعم.
سواء من الأوقاف، من الأزهر أو حتى وسائل إعلامنا المختلفة. طبعا الكل مدعو للمشاركة. وهيئة الاستعلامات الحقيقة والملاحق الثقافية مؤخرا والإعلامية. الأزهر عمل مرصد امبارح، يعني مرصد هناك حوالي 13 لغة أجنبية سوف يتم ترجمة الإسلاميات العقلانية الصحيحة لهذه اللغات، وبالتالي سيجد المواطن الأجنبي أو العالمي بشكل عام الأوروبي على الأقل سيجد مادة خصبة جدا بإمضاء الأزهر معروفة عن الأزهر إلى آخره، لأننا لا يجب أن نأخذ عن الإسلاميات إلا الأزهر الشريف الذي هو حريص على توصيل المادة العقلانية السليمة بخصوص الدين الإسلامي. نعم، مرة أخرى العودة إلى السياسة وسياسة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط. تحدثنا من سابق ربما عن إيران واتفاقها مع الغرب ومجموعة الخمسة زائد واحد بشأن برنامجها النووي. الحرب التي ما زالت دائرة ضد الحوثيين والميليشيات المسلحة في اليمن بتدخلات ونفوذ إيراني، وربما امتداد أيضا لإيران في الداخل العراقي والسوري بشكل واضح. موقف ألمانيا ودول الاتحاد من هذه القضايا، وكيف ستكون غير انتقائية إذا كانت جادة في محاربة الإرهاب؟ الولايات المتحدة الأمريكية ربما اختارت الانتقائية عندما تحدثت عن تحالف دولي ضد داعش في سوريا والعراق فقط، وتركت ما حدث في شمال إفريقيا وعلى رأسها ليبيا. هل من الممكن استثمار هذه المواقف من ألمانيا والاتحاد الأوروبي لصالح الدول العربية؟ لهذا السبب أعتقد أن الرئيس السيسي على حق في اختياره بأن يذهب إلى أوروبا وتوثيق علاقتنا بها، لأن أوروبا قريبة جدا منا، هم يبحثون بشكل أو بآخر. يعني أتأل تعلمين أن أوروبا الاتحاد الأوروبي فيه 26 مليون عربي مسلم عكس أمريكا تماما. أعتقد توثيق العلاقات مع أوروبا باعتبارها صديق ده شيء مهم جدا، لكن أمريكا تكيل بألف مكيال، كلنا يعرف هذا. ودائما كونداليزا رايس عندما كانت وزيرة خارجية قالت أن أمن القوم الإسرائيلي جزء من الأمن القوم الأمريكي، فنحن يجب أن نخوض في هذا. لكن بشكل عام أعتقد أننا لابد أن نغير المحور. يعني هم يتكلمون عن إيران ويتصورون أن الإعلام المصري سيردد ما يقولونه، لكن عدونا الحقيقي هو إسرائيل. يعني هل تحولت إسرائيل، دائما أتساءل، هل تحولت إسرائيل بخادميها في المنطقة بردا وسلاما علينا؟ هل تحولت إسرائيل ذهبت إلى المريخ وتركت الأرض؟ بالعكس، دولة بالشرق الأوسط، دولة حدودية معنا إلى آخره، ومهتمة كثيرا، ودائما تطييف المنطقة. الخلاف بين الشيعة والسنة، تطييف طائفة السنة طائفة الشيعة، يعني أعتقد إسرائيل حريصة جدا. تذكرني يا أستاذ هيبة ما كان يعني أوباما قال وصف المباحثات 5+1 مع إيران بخصوص ملف النووي، إن هذا إنجاز تاريخي. نجد الوحيد الذي علق في الشرق الأوسط هو نتنياهو، قال هذه خطأ تاريخية. إذن هناك خلاف، وتريد إسرائيل تريد أن تكون الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وبالتالي كل الدول تخاف منها وتعمل لها ألف حساب. لكن عندما تكون هناك دولة أخرى مثل إيران عندها قول مثلا، يعني أعتقد هذا يزعج إسرائيل ولا يزعج أبدا. وما بين القوسين التعاون الخفي ما بين الاثنين، يعني حتى لا نسلم بأن الطريق يعني وردي ما بين يعني إيران. عايز أقول 5+1 أمريكا والدول الأوروبية في ضد إسرائيل، 5+1 ومين؟ 5 الدول الدائمة العضوية، 1 وألمانيا. لماذا؟ لأنه كان هناك ضغوط على ألمانيا، وما تزال عندما 75% من ميزانية الاتحاد الأوروبي تمولها ألمانيا، فنصحتها أمريكا بدلا ما أن تمولي هذا سنجعلك عضوا في دائما في المجلس الأمن، لأنها وحين ليست نصل إلى عضو هذا هي عضو غير دائم في المجلس حاليا. حين نصل إلى أن نصل إلى هذا الأمر بإصلاح الأمم المتحدة لآخره، فنعمل يعني مجموعة 5+1، الواحد هو ألمانيا. نعم. أعتقد ده محاولة لشراء ألمانيا بشكل أو آخر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أنا يهمني الأمر، الحوثيين ليسوا تابعين لشيعة إيران إطلاقا. حتى قناة الحدث العربية في التابعة للمملكة العربية السعودية تحدث عن ذلك، أن هناك خلاف أيديولوجي بين الاثنين. حوثيين عند الحوثيين يختلف تماما عن الإثنى عشريين الموجودة فيه. من يقلبهم إذن؟ يعني لا يجب أبدا أن نقول حسين تبع إيران أو إيران تبع الحوثيين، بالعكس. طبعا هذا لا ينفي أن إيران لها مطابع سياسية في المنطقة، ولا أقول شيعية، مطابع سياسية، مطامع سياسية، وبالتالي من حق طب فصل عن المد الشيعي أو الحلم الإيراني يعني بسيطرة مش عايز أقول المد الشيعي، لأن الشيعة والسنة واحد وكنا نعبد الله إلى آخره، لكن سياسيا ممكن أكون هناك خلافات، لكن شيعة وسنة أعتقد مختلفين. المسيحيين فهم هذا الطرح
التي لعب عليها ايضا الغرب والولايات المتحده بالزبط. كثيرا انا اعتقد اي كلام ياتي من الغرب يجب ان نضعه بين قوسين، لان هناك يعني اهداف معينه حتى لا نندرج هذه المفاهيم أرجو وننشغل بها. انا مؤمن تماما ان قمه كامب ديفيد تدعى فيها اوروبا اوباما عدد كبير من قاده المجلس قمه الخليج لبيع الاسلحه لاكثر الاقل، حتى البعض في جريده لموند الفرنسيه قال ان اوباما في هذه الحاله يعتبر سمسار تجاره السلاح، لانه تبع سلاح يعني يعطي الحوثيين سلاح ويعطي الايراني سلاح ويعطي مجلس التعاون الخليجي سلاح، وهذه مصالح بشكل وهذه المصالح هي مصر يفعل ما يفعل، لكن يجب أن نفهم أن هذا لالتقاط الطعم ونحن لا نلتقط الطعم أبدا يعني إذا قررنا. لكن ربما تابعت دكتور سعيد في الأيام القليلة الماضية تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي بأن المنطقة العربية داخلة مرة أخرى على تقسيم المقسم. سايكس بيكو جاءت بعد الحرب العالمية الأولى، والآن مرة أخرى العالم العربي ربما في نفس الخطط من التقسيم. بالفعل هو عنده كل الحق، لأنه قبل أن يحدث شيعة وسنة وإكراد في العراق كنا نسمع عن هذا في الجرائد البريطانية إلى آخره. التقسيم هذا كان نظريا تدعو له الدول الغربية، فإذا بيصبح حقيقة فلماذا لا؟ أنا أعتقد أن سوريا علويين وسنة وشيعة إلى آخره، ومسلم العراق واليمن أيضا. اليمن بعد الثورة أنه الحرب في اليمن شهرين ثلاثة، أنا أؤكد منذ الآن أنها 40 سنة حرب، يعني حرب أربعينية أو 30 سنة لن تحل إطلاقا ما دام داخل. منذ متى؟ منذ متى الغرب يريد صلاحا لمنطقة الشرق الأوسط؟ هذا وهم نحن نقتنع به، هذا قال وهذا ذاك، عرض خواجة. طيب عندنا إذن ماذا نحن فاعلون كدول يعني عربية؟ يجب أن يعني أعتقد أن البداية هو يعني قوة عربية مشتركة لترحى الرئيس السيسي أكثر من مرة وناقشها ووضعها كملف. من المفروض أن ينتهي العربية الخطوط الأساسية لها رؤساء أركان الجيش العربي، أعتقد أنهم اجتمعوا مرة واثنين في الجامعة العربية، وأعتقد هذا إنجاز مهم جدا. وإذا نجح فيه أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي يكون الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن يحسب له، لكن حتى الآن لا يجب أن يكون عندنا عودة خواجة بشكل عام. أي كلام أنا أود أن أقول لو وضعنا إيران وضعنا إسرائيل، إسرائيل عدوتنا الكلاسيكية وقد دولة بلعاها فلسطين، يعني كيف نترك هذا ونبحث عن احتمالية أن تكون إيران إلى آخره؟ وطبعا هذا لا أدافع عن إيران، عندها أطماع بالفعل والدول كلها عندها أطماع. طب فين لواء الأسكندرونة اللي موجود في سوريا؟ خليته تركيا ليه طمعت فيه؟ وكان هناك ضعف بشكل أو بآخر في سوريا، كلما ضعفنا كعرب طمع فينا الأمريكان والبريطانيين والإسرائيليين والإيرانيين. وقضية الجزر ما بين إيران والإمارات هناك مشاكل كبيرة جدا، وبالتالي كل طبعا يجب أن يكون الرادع الوحيد والذي يخيف الكثير قوة الرادع العربية أو قوة عربية مشتركة كما تبحثها الجامعة العربية. طيب هذه القوة العربية المشتركة التي تتحدث عنها فقط ستكون فاعلة وليس بمعاونات أخرى؟ يعني إذا كنا بنتحدث عن الدور الريادي المصري سواء في حل مشكلات الدول العربية أو بوصفها رمانة الميزان وميزان القوى داخل هذه المنطقة تحديدا، الزيارات الأوروبية التي يقوم بها سيادة الرئيس من المؤكد أن لها أبعاد يعلمها هو أكثر من أي شيء كرجل مخابرات حتى في المقام الأول. ما تضيف هذه القوة من تدعيم للقوة العربية المشتركة؟ أم بمعنى كلام حضرتك أنها لا تريد خيرا بهذه المنطقة وبالتالي يجب أن نعتمد على أنفسنا فقط؟ يعني التاريخ القديم والحديث والمعاصر يؤكد أن الدول الغربية أبدا لم تكن إلا عونا علينا وليس عونا لنا. يعني من قال أن أمريكا تريد لنا صلاحا؟ من قال أن فرنسا أو الدول الأخرى فقط تريد لنا صلاحا ويبيعون سلاح؟ يعني اشمعنا بيننا وبين بعضنا الدول العربية حروب؟ ليه ما فيش بين المكسيك وبين أمريكا، بين أمريكا وبين فرنسا؟ بالعكس يعني إذن هم يتأمرون علينا ويبيعون أسلحة. أرجو أن تعتقد قمة كامب ديفيد أنقذت العالم الغربي، الاقتصاد الأمريكي أصبح في أعلى عليين، أما اقتصاد العرب الإسلامي أصبح في أسفل سافلين. هم يحقدون عن المنطقة العربية، عندها نفط وعندها فلوس وعندها إرادة مواردها الطبيعية، يحقدوا على مصر حتى أن عندها شعب وعندها إرادة وعندها عدد كبير من أبناء يعني كل
هذا أعتقد بشكل أو بآخر يجب أن نتحرر من عقود الخواجة. كان في فيلسوف جزائري بيقول لك إحنا عندنا مش مشكلة عقود الخواجة، عندنا قابلية للاستعمار كمان. يعني إحنا عندنا قابلية للاستعمار، يعني حتى لو ما كانش عنده عقود الخواجة عندنا برضه في قابلية عندنا. بمعنى إيه؟ حتى الاستعمار رحل عن الجزائر، رحلوا ذهب الناس الجزائريين إلى هناك وقالوا النبي استعمرنا، يعني وكأن القابلية للاستعمار عندنا، عايزين نتحرر من ده كله. أنا أعتقد إلى رأب الصدع كله في المنطقة العربية يجب أن نتوحد جميعا، ويجب أن نكون يعني بس الدول العربية لن تتركنا بشكل أو بآخر. يجب أن نعرف أن الدول العربية لن تتركنا نكون القوة العربية المشتركة. حتى لو جبنا السلاح من هناك يريدون دائما أن تكون أرجو أن تعتقد أن هناك مجموعة من الدبلوماسيين الصغار الأمريكان والأوروبيين والفرنسيين يربون أنفسهم، يلا تعالوا تدربوا في الشرق الأوسط وكأننا حقل التجارب. مش معقول. وبالفعل في الكثير من القوى الإرهابية المتواجدة على الأراضي العربية هي من جنسيات أجنبية، يعني من أذهب هناك في سوريا يقول لك 5000 مقاتل يعني أوروبي. أيا كان الأمر أعتقد بشكل أو بآخر يعني إشمعنا إحنا ما إسلام في كل مكان، إشمعنا الدول الإسلامية ما ظهرتش فيها إلا داعش، ليه ما ظهرتش في إسرائيل؟ مش فاهم مسلمين برضه، ليه ما ظهرتش في الدول الأوروبية؟ هناك 26 مليون مسلم في اوروبا الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، لماذا لم تظهر داعش الا عندنا؟ وبعدين مين قال لك ان اسمهم داعش؟ من سماهم داعش؟ من سماهم داعش؟ كانت القاعده وحركه طالبان. امريكا صنعت القاعده وامريكا صنعت داعش ايضا، وطالتها اذا صحت الروايه ببرجي التجاره العالميين بانهيارهم. هل وصلت القاعدة بالفعل داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية أم كانت بفعلة أمريكية؟ أو أنا أعتقد إسرائيلي. كل الكتب يعني كل الكتب تؤشر ربما الأحداث بتتغير ما بين الحين والآخر. أمريكا صنعت القاعدة وصنعت أسامة بن لادن وكان طفلا مدللا لدى وكالة المخابرات الأمريكية، اليوم صنعت داعش وغدا صنعتنا إكس وزد وإن. المهم دائما في منطقة العربية، لماذا؟ هذا هو سؤال. احنا لسنا اغبياء كما العقل العربي السياسي صحيح في ازمه لكن ليس مشلولا، بالعكس قادر يفكر جيدا. السؤال الان لماذا نحن كمسلمين عندنا بس داعش؟ زرعوا داعش في وسطنا ليه؟ يعني سوريا لخدمه من؟ لخدمه اسرائيل، لان اسرائيل كانت عم طلعت قوانين ضد سوريا وعادت تفكك سوريا وخلاص. الكل يتحدث الان عن التقارب بين موسكو وبين واشنطن للقضاء على سوريا بشكل او باخر. طيب، باعتبار ان موسكو كانت دائما دعني اتحدث لسوريا. عن راي اخر واود تعقيب حضرتك. ربما العالم العربي عانى كثيرا من سياسات خاطئه، من فساد، من نوع من الارهاق الداخلي جعل شعوبه بتخضع إلى التجهيل سواء عن عمد أو حتى لقلة ذات اليد، وبالتالي التربة الخصبة توفرت داخل العالم العربي وأصبح لقمة سائغة في يد الغرب والولايات المتحدة. تتفق أم تختلف مع هذه الطرح؟ لا أعتقد أنه لو إحنا درسنا تاريخ أوروبا وجدنا فساد لا حدود له، وجدنا يعني خلافات كثيرة من القادة بين الحكام بين الشعوب الآخر، يعني كل هذه المشاكل صح طالت وستطالت وكبرت وفساد الآخر، لكن يمكن التحرر من ربقة هذا الفساد، لكن لا يمكن التحرر من ربقة الاستعمار الجديد. أمريكا موجودة في كل مكان، الدولار تسير من الناس والضمائرهم والفقر إلى آخره، زي مش تفظيف هذا لصالح أمريكا. نحن نعاني الأمريكان، كان عندنا الـ يعني الجمعيات الحقوقية الأمريكية هربت في تحت جناح الليل كالجرذان. لماذا هربت؟ ماذا كانت تفعل؟ ومن سمح لها بأن تفعل؟ إلى آخره. كل هذه الأشياء تؤكد أنه خراب زمام في المنطقة العربية، لكن بشكل أو بآخر أيا كان الأمر نحن يمكن أن نتجاوز هذا. شرط وضوح الرؤية، نحن يجب أن نضع أمريكا في مكانها الصحيح ونتعانق بشكل أو بآخر مع أوروبا باعتبارها يعني قريبة جدا منا، مصالحنا واحدة. البحر المتوسط كما قال عميد الأدب العربي بتاع حسين يجب أن يكون بحيرة عربية ويجب أن تكون طريق تواصل لانفصال، يعني كل هذه الأشياء يجب أن نضعها اليوم قبل غدا وبالأمس قبل اليوم يجب أن نضعها ونتكلم. يعني رئيس الزكاة نجيب محمود رحمه الله فيلسوفنا الراحل كان بيقول الدول كلها بتتقدم بالتكنولوجيا واحنا فاكرين ان احنا بنتقدم من كلام ولوجيا، نتكلم كتير الى اخره. انا اعتقد ان كلام ولوجيا
أدى النتيجة، فقط التكنولوجيا. ولذلك نرجع للموضوع، يعني الرئيس أشار بالتكنولوجيا الموجودة في ألمانيا، وذهب اليوم رغم التحديات ورغم تحذير عدد كبير جدا ما طرش ألمانيا راح ألمانيا، واعتقد أن زيارة النجاح شاء الآخرون أمامه، والآخرون زعلهم هم جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول أن تدس أنفها في كل مكان. نعم، إذن أنت متفائل بهذه الزيارة، بهذه الجولات المكوكية غربا شرقا شمالا وجنوبا؟ أنا متفائل جدا بهذه الزيارة، مهمة جدا أن تكون مع أوروبا مع ألمانيا، وكون بدعوة من مصر الألمانية أعتقد شيء مهم جدا. وما حدث في العام الماضي، يعني الرئيس نجح في سياسة الداخلية، عمل إقليم قناة السويس، طرق الكباري، مليون فدان استصلاحهم، أشياء كثيرة جدا، علاقات الخارجية، علاقات متوازنة مع الجميع، مواقف الاتحاد الأوروبي ربما متقاربة من العرب والقضية الفلسطينية في الحل أكثر من الولايات يجب المتحدة. يجب أن نتحد معهم، يجب أن نقترب منهم، لا نتركهم كما كانوا يتركون ذلك. بعنا أوروبا من أجل أمريكا لا كسر. ودائما المفكر القومي مصطفى الفقي كان دائما عنده كلمة شهيرة جدا يجب أن نتذكر في كل حين، يقولك المتغطي بأمريكا عريان، عمرها ما وقفت معانا، عمرها ما أدمتنا حاجة. النفس حد يمسك إلي ويقول لي والله أمريكا بنت كذا وما عملتش حاجة، لكن ممكن نروح مثلا لروسيا نلاقي سد العالي، نلاقي حدود الصلب، نلاقي مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، نلاقي 60% من الجيش المصري، أفعال وليس أقوال. لكن أمريكا دائما أفعال، ونحن نسعد بالأفعال كثيرا، هكذا أقوال وليست أفعال. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الرؤية التحليلية في نهاية هذه الحلقة من المشهد، الدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات الأوروبية، شكرا جزيلا. شكرا، أشكركم على المتابعة، غدا مشهد آخر، إلى اللقاء.